ينقسم التحلل إلى قسمين، التحلل الأول والتحلل الثاني. إذا عندنا تحللان أول وثاني أو أصغر وأكبر، في تحلل أصغر في تحلل أكبر. التحلل الأصغر أو الأول يقال له الأول يقال له الأصغر. التحلل الأصغر أو الأول إذا فعلت أشياء معينة، خلنا نقول ممنوع عليك مثلا 10 أشياء مثلا، إذا تحللت التحلل الأصغر تباح لك 7 تبقى 3، إذا تحللت التحلل الأكبر اللي هو الثاني خلاص حتى 3 تحل لك. إذا التحلل الأصغر يبيح لك أشياء ويبقى عليك أشياء، التحلل الأكبر يبيح لك إيش؟ تعود كما كنت، كما أنك لم تحرم. هذا التحلل الأكبر أو التحلل الثاني. الآن يبدأ يفصل. نعم.